مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد باش نتوقعوا فيه نتيجة مباراة منتخب الجزائر ومنتخب غانا في يعني تحضيرات لكأس الأمم الأفريقية يا جماعة. أما قبل هذايا اعملوا لنا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله الفترة الجاية نتوقعوا جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية ونقطع بالمباريات الكل بالنتيجة، مش بس نختار فريق يفوز وفريق يخسر، نعطيكم حتى النتيجة وإن شاء الله تكون زادة ثم عقابات شوية كمنكم، كان نغلط في نسبة كبيرة من مباريات. المهم تابعونا وإن شاء الله الجاي أفضل في قناة حطها في الجول. بالنسبة لمباراة منتخب الجزائر والمنتخب الغاني بصراحة يعني حسيت اني لازمني نعمل الفيديو رغم انه معروف ان المنتخب الجزائري هو اللي بيفوز، يعني نظرا للنجوم يعني بعيد حتى على العاطفة اني قريب للمنتخب الجزائري اكثر، اما حتى بالاسماء الموجودة بين المنتخب الجزائري والمنتخب الغاني راه بعيد برشا الشيء على بعضه. المنتخب الجزائري فافوري بنسبة تقريبا 70 إلى 80% باش يفوز بالمباراة هذه، وان شاء الله النتيجة باش تكون 2-0 للمنتخب الجزائري. كان عجبكم الفيديو هذا انشروه في كل مكان، وشكرا لكم الناس الكل، ملتقانا ان شاء الله في فيديوهات قادمة، سلام.